السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفانات. اليوم ان شاء الله غادي نحضر مع بعض تحليه كريميه. كما شفتوا معايا كيفاش كيجي مذاق، كيفاش كيجي القوام ديالها، عفوا كيجي رائع الشكل ديالها، وكذلك المذاق راقي ولذيذ. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، ارائكم وانتقاداتكم، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فاشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا نصف لتر من الحليب، ملعقتان كبار ممتلئتان جيدا من النشا، علبة من الفلون. انا استعملت فلون بنكهة الفانيلا، الا ما كانش متوفر ممكن تعويضوه بالكريم كراميل او لا الفلون بنكهة الكراميل. وبالنسبة لوزن العلبة فهو 50 غرام، اي انه بالسكر. الا استعملتو بدون سكر فضروري انكم ضيفوا السكر، يعني الا استعملتو العلبة الصغيرة فضيفوا السكر ضروري جدا. هادو هما المكونات الاولى، بقاو معايا باش نحضروهم وتشوفوا معايا باقي العناصر. بسم الله على بركة الله. اولا كنوضعوا الحليب، غادي نضيفوا العلبة ديال الفلون او الكريم كراميل. بالنسبة للدول العربية اللي ما كيتوفرش عندهم الفلون فيستعملوا الكريم كراميل، غادي نضيفوا هاد العلبة بسم الله، وغنضيفوا ملعقتان كبار من النشا بسم الله. الان غادي نضيفوا النشا على بركة الله. كما شفتوا الملاعق يكونوا بهذا الشكل ممتلئة جيدا. غادي نحركوا، غادي نحركوا جيدا حتى كنلاحظوا ان داك النشا والفلون ساجموا بشكل تام. وكما سبق لي ذكرت فهذا بالسكر، الا غادي تستعملوا بدون سكر فغادي تضيفوا 3 ملاعق كبيرة من السكر. من بعد كنوضعوا الخليط فوق النار مع التحريك المستمر بدون توقف حتى كتولي عندنا كريمه متماسكه. ما نتوقفوش من التحريك باش ما تلتصقش لينا باسفل الاناء. كما شفتوا معايا بعد ما كيولي الخليط بهذا الشكل وكيبداو يخرجوا لينا فقاعات هكا، اذا هو جاهز. غادي نطفيو النار، كنلاحظوا انه ما بقاش سائل ولا عندنا مثل الكريمه. غادي نطفيو النار ونخليوه حتى كيبرد بشكل تام. من بعد على بركه الله غادي نحتاجو ملعقتان من لا كريم شانتي او دريم ويب. كما شفتوا معايا هنايا وضعتها في الثلاجه حتى كتولي متماسكه جدا بسم الله. الان غادي نحاولوا اننا نحركوها بهذا الشكل. كما شفتوا كيفاش كتولي عندنا الكريمه، ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي. انا حاليا ما كيتوفرش عندي، لذلك غادي نكتفي فقط بالخلاط اليدوي. من بعد على بركه الله غادي نجيبو نعملو ملعقتان كبار من الشانتيي. بالنسبه لهاد العلبه فغادي تحضر لكم عدة تحليات، يعني علبة واحدة غادي تحضروا منها مجموعة من التحليات بسم الله. غادي نخفقوا جيدا، الا عندكم خلاط كهربائي غادي تخفقوا باقصى السرعة لمدة 7 دقائق، الا فقط الخلاط اليدوي فغادي نبقاو نخفقوا حتى كنلاحظوا ان ولات هذيك الكريمة كريمة شانتي او دريم ويب كتضاعف لينا مع هاد الكريمة الاولى بسم الله. كما شفتوا معايا هنايا استمريت في الخفق لمده 10 دقائق فقط باليد، كتولي عندنا كريمه بهذا الشكل. كينسجم لينا داك الكريم شونتي مع الكريمه الاولى حتى اللون كيتغير، ما كيبقاش اللون الكريمه الاولى اصفر بل كيولي اللون بهذا الشكل، كيولي مائل للبياض. اذا شفتوا القوام ديالها، كنحصلوا على كريمه كريميه ملساء بهذا الشكل. من بعد غادي نخليو الكريمه جانبا. كما شفتوا معايا هنايا عندنا بسكوي، غادي نحاولوا سواء غادي طحنوه في الطحانه الكهربائيه او فقط غادي طحنوه هكا باليد الا حبيتو، او لا حبيتو يكون مطحون جيدا غادي تعملوه هنايا، خلوه هنايا في واحد الصحن اخر
وغادي نحكوه اولا نطحنوه في الطحانه الا بغيتو يكون كالدقيق اولا كالفرينه فطحنوه. الا حبيتو القطع تبقى ظاهره لكم لينا في التحليه فكتجي افضل، فقط غادي تعملوا ليه هكا اولا كتحكوه في الحكاكه هذه دان كما شفتوا كنحصلوا على كميه اللي كتكون رقيقه ها هي كالدقيق، والكميه اخرى كتكون الحجم ديالها متوسط. دان هنايا غادي نكتفي فقط هكا غنعمل باليد افضل باش كيبقاو لينا دوك القطع وكنحسوا باللذه ديالهم في التحليه. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنعملوا كل كميه. بالنسبه للكميه فطبعا كتبقى حسب الرغبه. الان على بركه الله كنجيبو جيب حلواني اولا بلاستيكه، نستعمل انا هاد النوع جيب حلواني جو طابل. هنايا غادي نعمل الراس بسم الله. قبل ذلك غادي نقص هنايا بالمقص وكنوضع الكريمه بسم الله، نوضعها في جيب حلواني اولا ممكن توضعوها فقط بالملعقه اولا ببلاستيكه عاديه الا ما كانش كتوفر عندكم. من بعد على بركه الله غادي نجيب البسكوي غنوضعو في الاسفل. كما شفتوا غادي نستعمل كؤوس كبيره جدا. من بعد ما وضعت البسكوي هنايا غادي ناخذ الشوكولاته فيغميسيل اولا تاخذوا الشوكولاته العاديه وتحكوها في الحكاكه. غادي نوضعها خصوصا على الجوانب باش تبقى ظاهره ليا من جوانب الكاس بسم الله. من بعد كنوضعوا الكريمه على بركه الله. كنوضعوها بهذا الشكل فكتجي واحد التحليه كريميه. غادي نعملوا طبقه اخرى بسم الله من البسكوي. وكنعملوا نفس الشيء كذلك الشوكولاتة، نحاولوا نقادو البسكوي بسم الله. كنوضعوا طبقه اخرى من الكريمه بسم الله. كما شفتوا كنوضعوها بهذا الشكل شكل عشوائي. من بعد غادي نزين كميه من الشوكولاته في الاعلى بهذا الشكل وغنوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد لينا بشكل تام. لكن ما نساوش ان الكريمه كنا واضعينها في الثلاجه فهي بارده، لكن كل ما بردات اكثر غادي تجي ألذ. اذا متابعينا هذه هي النتيجه النهائيه ديال التحليه ديالنا، كتجي لذيذه جدا. نتمنى انكم تجربوها تحليه كريميه كما شفتوا معايا القوام ديالها فقوام كريمي. الى جربتوها خليوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم.